لو انتم ما خدتوش بالكم يا شباب مصر بان النهار ان كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتكلم على محاولة الوصول الى الارقام الطبيعية للمعدلات، المعدلات الايه العلمية اللي هي بتقول نعمل كم مدرسة لكل كم ألف طالب أو كم فصل لكل طالب. أنت قاعد ماشي داخل في سبق، داخل في إيه؟ في سبق. إيه السبق؟ سبق بأن أنا عندي نقص أولا في عدد الفصول، أنا بجيب مثال واضح وكاشف، عندي عدد فصول متاح دلوقتي وعندي عدد الفصول ده بيقابله تقديم خدمة تعليمية لأولادنا، العدد اللي موجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة كده. يبقى أنت الأول عايز تسد الفجوة، فجوة اللي موجود مع اللي المفروض يكون موجود، دي فجوة. ثم كل سنة تعمل الحجم المطلوب للقادم. للإيه؟ للقادم. القادم يعني ايه؟ يعني لو النهارده بيخش في التعليم بيبقى فيه انجاب عندنا 2 مليون 2.5 زي ما يكون مليون، حتى لو كانت مليون يبقوا عايزين تزود فصول ايه؟ كم؟ احنا لما حسبناها على الوضع الحالي 60,000 فصل في السنه على فرضيه ان احنا عملنا قفلنا الفجوه، مش كده وزير التعليم؟ لو قفلنا الفجوه هنبقى محتاجين نزود كل سنة كم؟ 60,000 فصل. 60,000 فصل. طب الفصل بكام؟ الدكتور مصطفى كان بيعرض هنا السكن فقال في حوالي 400 حاجة ووحدة أو 500 وحدة والرقم كان 51 مليون. أنا كنت براجع امبارح عشان أعمل 200,000 وحدة تانيين، لقيتهم بيعرضوا عليا الوحدة معدية 700,000 جنيه. كم؟ الوحدة بكم؟ 700,000 جنيه. يعني ال 200,000 بكم؟ 140 مليار؟ مش كده يا دكتور؟ 140 مليار جنيه، ده ال 200,000 وحدة. يبقى نرجع للفصول تاني، لو أنا النهاردة عايز أعمل 60,000 فصل بعد ما أقفل الفجوة، يعني عايز على الأقل 60 مليار جنيه، ثم أحط معاهم المدرس والطاقم الإداري والطاقم الإشراف اللي شغال مع المدرسة بكام ومنين. طب بقول الكلام ده لكم ليه؟ أنتوا بتكلموني في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية. لا، الحاجة دي متصلة ببعضها. إذا لما ألاقي حلم عند صمويل وعند محمد وعند غيره، الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة، ما أقولش إيه ربنا يوفقه، لا، يمكن يجيب لي حاجة. يمكن إيه يا صمويل؟ يجيب لي حاجة. الخمس ست فدادين بتوعه دول أو الخمسين فدان يجيبوا لي إيه؟ حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة. البلد دي موقفها إيه؟ يتغير. بقول لكم كده لأن موضوع النمو السكاني، إحنا جايين طبعاً يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين كلكم، لكن ده ما يمنعناش كأسرة واحدة إن إحنا نتكلم مع بعض ونفكر بعض دايما بحجم التحدي وسبب المشكلة. سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، لا ولا لا 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 لا. أقول لكم حاجة بسيطة، يعني أنا أعرف كويس يعني إيه، يعني ايه؟ يعني ايه قرش؟ واعرف يعني ايه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه دولة؟ دولة ممكن تبقى قد الدنيا ان شاء الله بيكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن ايضا لازم نكون فاهمين ان لو احنا مستمرين بالطريقة ديت كل الجهد اللي هيتعمل هيبقى مش كفاية. فقبل ما تمشوا من صندوق تحيا مصر، من صندوق ايه؟ تحيا مصر. الرقم كام؟ مش عايز اقول رقم ليه؟ حطوا افكاركم في موازنات وميزانيه، واذا كان في لجنه تشرف على ده، مش هم بس، هم واللي زيهم يعني، واحنا ان شاء الله
أرجو إن إحنا يعني كل اللي أنتوا قلتوه ده نشوفه محمد وإيه والتطبيق اللي حضرتك قلتيه والتطبيق اللي حضرتك قلتيه بتاع الـ الـ بالمناسبة كان مهم أوي إن إحنا بنام موجودين وبنتكلم على إن إحنا لغة الإشارة كان يبقى في حد معانا ياخد الكلام مننا لأن الناس كلها بتشوفنا ومن حقهم إنهم يسمعونا ويشوفونا. كان لابد أوي إن يبقى معانا في لغة الإشارة سواء كان في التلفزيون أو في المناسبات اللي زي كده يبقى في حد موجود